معكم الكابتن عزوز منجل محفظ رياضي، فيديو جديد في يوم الثلاث 3 محرم. جماعة لما اقدم حاجات تفيد الناس واجب عليكم التفاعل واللايكات والسير والاشتراك وتفعيل الجرس ليكي ولصحباتك ولكل الناس، الكلام للجميع. الحاجات اللي ممكن تحافظ على العضلات وفي نفس الوقت تستهلك الطاقة دي في التمرين وفي الاوزان، كلام مهم جدا. اظن الكلام ده مفيش هزار فيه. اظن ان كمال الاجسام كلام ثابت، كمال الاجسام فطار وغدا وعشاء، اهم حاجة التغذية في كمال الاجسام. رقم 1 الشوفان، حلو جدا وخالي من الدهون. الشوفان ده رقم 1 ينفع لكمال الاجسام وللتخسيس، وجبة صحية دي خالية من الدهون، دي برضو حلوة جدا جدا كمال الاجسام وبناء العضلات والتخسيس، ده رقم 1 في التغذية. قلنا رقم 1 الشوفان، رقم 2 التونة، الفراخ، دور الدجاج. كمال الاجسام، كمال الاجسام عايز حتى لو بتاخد مكملات، كمال الاجسام اهم حاجة التغذية. مفيش تغذية ولا هتعرف لا تعمل عضلات ولا اي حاجة. اعمل سير لصاحبك ولكل اللي بتمرنوا كمال الاجسام. التونة مهمة جدا. طبعا الحلاوة، انا بتكلم عن كمال الاجسام حلاوة، انا بتكلم اللي عايزين يحافظوا على عضلات وباور بعيدا عن اللي عايزين يخسوا. طبعا اللي عايزين يخسوا وحافظوا على وزنهم وجسمهم من الدهون انصحكم بالشوفان. الفول مهم جدا جدا في الفطار، مهم جدا. زبدة الفول السوداني ممكن ناخد معلقة قبل التمرين بربع ساعة، كل ده ايه بيساعد على العضلات والطاقة، مهم جدا جدا لكل لعبة كمال الاجسام بيستخدموا معلقة زبدة الفول السوداني. طبعا في حاجات كتير مش عايز اقول لكم عليها، بس انا هقول لكم على حاجات معينة اللي بتعمل عضلات وتحافظ على العضلات. في حاجات كتير، التونة، الفراخ، السمك، زبدة الفول السوداني، حاجات كتير ممكن تحافظ على العضلات. فبقول لك اهم حاجة التغذية. شكرا لكم.